اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم كلكم. النهارده هكلم على موضوع البوليجلوت. سمعتوا انت عن موضوع اللي هما اليوتيوبرز البوليجلوت، اللي هو البوليجلوت البوليكولوت؟ سمعتوا انت عن اللي هو البوليكولوت ده؟ سمعت عن بوليكولوت؟ بوليكولوت اللي كل واحد عمل لي فيديو يقول لك بتكلم 20 لغة أو 30 لغة، أو يقول لك بتكلم 8 لغات، 10 لغات، 12 لغة، 15 لغة، 20 لغة، 30 لغة. حتى في واحد عامل فيديو يقول لك بتكلم 65 لغة. كل واحد يقول لك بتكلم 50 لغة، 65، 70، 100. يقول لك بس أكترهم بيبدأوا إيه بقى؟ يبدأوا يعملوا قناة يوتيوب جديدة، وبعد كده يعمل فيديو يقول لك بتكلم 5 لغات أو 6 لغات. هو أصلا عشان البوليجلوت دوان، اللي هو البوليجلوت دوان معناه يعني شخص يقدر يتكلم على الأقل 5 لغات أو 6 لغات، أو حسب يعني. في ناس يقولك على الأقل 3 لغات، على الأقل 4 لغات، أو على الأقل 5 لغات، بس أعتقد تقريبا على الأقل حاجة 4 لغات، 4 لغات أو 5 لغات، اللي هو البوليجلوت. لو واحد عارف يتكلم على الأقل 4 لغات أو 5 لغات، بس لازم طبعا يكون فلوينت، يعني يقدر يتكلمه زي يعني شخص متعلم اللغة بقاله سنين كتيرة، مش مجرد يكلم 2 3 يبقى كده يعرف يتكلم اللغة. لازم يكون يعني شاطر في اللغة، لازم يكون شاطر في 4 لغات، على الأقل حاجة 4 لغات أو 5 لغات كده يبقى بوليجلوت، بوليكولوت، بوليكولوت. هما بقى كل واحد بقى يعمل لي قناة يوتيوب، يجي يعمل فيديو كده يقول لك أنا بكلم 5 لغات أو 6 لغات، وبعد كده يتكلم كل لغة يتكلم من نص دقيقة، يتكلم أو 20 ثانية، يتكلم 15 ثانية، 20 ثانية، أو نص دقيقة بالكتير، أو دقيقة ولا دقيقة ونص كل لغة. يعمل لك فيديو، في ناس، في واحد يعمل لك فيديو 3 دقايق، يعمل لك فيديو 3 دقايق ويتكلم 8 لغات في 3 دقايق. يقول لك أنا بتكلم، يقول لك أتحدث 8 لغات في 3 دقايق، speaking 8 languages in 3 minutes. وبعد كده يبدأ أول نص دقيقة، أول دقيقة بس يقول لك أنا هبدأ أتكلم 8 لغات في 3 دقايق. طب أنت كده ضيعت نص دقيقة ولا دقيقة عشان تحكي الموضوع ده، وبعد كده تتكلم 8 لغات. طب إزاي تتكلم 8 لغات في دقيقتين ولا 3 دقايق؟ يعني كل لغة أقل من نص دقيقة، يعني كل لغة بتاع 10 ثواني، 15 ثانية، 20 ثانية. كل لغة يا دوب بس يقول لك 2 3 ويقول لك أنا كده ده كده فرنساوي، وبعد كده 20 ثانية يقول لك 2 3 بالألماني، يبقى كده أنا كده بتكلم ألماني. وبعد كده 20 ثانية ولا 30 ثانية ولا دقيقة مثلا يتكلم كام كلمة بالبرتغالي، يقول لك كده بتكلم برتغالي. وبعد كده يقول لك كام كلمة بالصيني، يقول لك أنا كده بتكلم صيني. يعني بس يضحكوا على الناس كده ويعملوا النظام دون، وبعد كده إيه يجوا بعد بقى بكام اسبوع يعمل لك فيديو يقول لك انا دلوقتي بتعلم كمان الماني ولا هولندي، ولا يقول لك انا او ببدا دلوقتي اتعلم اللغه العربيه. يعمل فيديو يقول لك انا ببدا اتكلم لغه جديده دلوقتي او بتعلم لغه جديده، وكل 2 3 أسابيع يعمل لك فيديو يقول لك انا بتعلم لغه جديده، او دلوقتي بتعلم 3 لغات في نفس، بتعلم 3 لغات او 4 لغات في نفس الوقت. وبعد كده بعدها بقى بأسبوعين 3 ولا شهر كده يعمل ينزل فيديو جديد على القناة بتاعته يقول لك أنا دلوقتي بتكلم 8 لغات. يعني أول ما نزل فيديو من شهر ولا شهرين يعني عمل فيديو وأنا بتكلم 5 لغات، وكل لغة كان مثلا يتكلم نص دقيقة ولا حاجة في كل لغة. وبعد كده يجي بعدها بشهر ولا شهرين يعمل فيديو جديد يقول لك أنا دلوقتي بتكلم 8 لغات. طب ازاي 8 لغات كده يعني في خلال شهرين كده اتعلم 3 لغات وفجأة بيعرف يتكلم 8 لغات؟ وبعدين مثلا كام بعد كده، بعدين باسبوع ولا اسبوعين ينزل فيديو يقول لك اللي هو الديلي روتين اوف بوليجلات، يقول لك اللي هو الروتين اليومي او العمل اليومي للبوليجلات. يعني هو بيعمل ايه في خلال اليوم، يعني يحكي لك بيعمل ايه في خلال اليوم كبوليجلات، وازاي بيتعلم كبوليجلات، يعني شخص بيعرف لغات كتير، يعني ازاي بيتعلم لغات كتير بيعمل ايه في خلال اليوم، يعني اللي هو بيتعلم لغات كتيرة بيعمل ايه في خلال اليوم، مثلا من الصبح لغاية بالليل بيعمل ايه مثلا. بعد كده يحكي لك يقول لك انا عندي اصل عندي اصحاب من دول كتيرة، عندي اصحاب من المانيا بيساعدوني في الالماني، اصحاب
فرنسا بيساعدوني الفرنساوي، مش عارف عندي اصحاب من ايطاليا بيساعدوني في الايطالياني، مش عارف عندي اصحاب من الصين بيساعدوني في الصيني وكذا اتكلم بالصين، وبعد كده عندي اصحاب عربي بيعلموني عربي، وبعد كده اقول لك وبعد كده اقول لك بفتح كتاب اقرا كتاب، بفتح كتاب اقرا كتاب فرنساوي مثلا كام ساعة، مثلا ساعة على ساعتين فرنساوي، وبعد كده أفتح كتاب أقرأ ساعتين ألماني، وبعد كده أقرأ ساعتين برتغالي، وبعد كده بالليل أراجع تاني الواجبات تاني، وبعد كده أقول لك وبعد كده في نفس الوقت أراجع الخمس لغات اللي أنا كنت أعرفهم أصلا، يبقى عشان يبقوا 8 لغات يعني، وبعد كده يعني يعملوا شوية حركات كده يضحكوا على الناس، وبعد كده ينزل بعد كده بعدها بكام شهر كده او بعدها بكام اسبوع باسبوعين تلاته كده ينزل فيديو جديد يقول لك انا دلوقتي بتكلم 8 لغات، وبعد كده نفس النظام بقى ايه كل اسبوع كده ينزل فيديو يقول لك انا دلوقتي بتعلم لغه جديده، بعدها باسبوعين تلاته يعمل لك فيديو يقول لك انا دلوقتي بتكلم 10 لغات، يوم ينزل فيديو مثلا 8 دقائق او 10 دقائق ويتكلم مثلا نص دقيقه بالالماني، مش عارف نص دقيقه فرنساوي، نص دقيقه ايطالي، نص دقيقه برتغالي، نص دقيقه صيني، نص دقيقه بالكوري، نص دقيقة بالعربي، نص دقيقة بالهولندي، نص دقيقة أمريكاني، نص دقيقة مش عارف يعني يعمل كل لغة كده نص دقيقة ولا 20 ثانية ولا بتاع، يكلم لك 10 دقايق في عشر، يمكن يكلم 10 لغات، 10 لغات في 8 دقايق أو 10 دقايق مثلا ولا 9 دقايق، أو حتى في بيعملوه في 5 دقايق مثلا، ويقول لك أنا كده بتكلم اللغات ديت. وفي مثلا ناس يقول يعمل لك فيديوهات يقول لك انا بتكلم 20 لغه او 30 لغه وتلاقيه بيتكلم 20 لغه في خلال ربع ساعه ولا 20 دقيقه، او يقول لك انا بتكلم 30 لغه، يعني يكلمك 30 لغه ولا 29 لغه ولا 30 لغه في خلال ربع ساعه ولا ثلث ساعه، يعني في خلال 15 دقيقه 17 دقيقه ولا 20 دقيقه يكلمك 30 لغه. طب ازاي تتكلم 30 لغه ولا بتاع ده في خلال ربع ساعه، يعني كل لغه نص دقيقه وكل لغة، بس يقول لك لو العربي مثلا يقول لك انا اتكلم العربية وبحب اللغة العربية، نفسي اتعلم عربي، عندي اصحاب عرب، عندي اصحاب من المغرب، مش عارف كده، بس يقول لك كلمتين ثلاثة كده ويبقى كده انا يبقى كده اتكلم عربي، يدخل على اللغة اللي بعديها بقى فرنساوي ولا ايطالي، يدخل على اللغة اللي بعديها يقول لك كلمتين بالفرنساوي، وبعد كده في الاخر وبعد كده في الاخر بقى ايه الناس بقى ناس مخهم تعبانين بقى يكتبوا الكومنتات، يكتبوا التعليقات على الفيديو بتاعهم، يقول لك ده انت ذكي قوي، ده انت شاطر قوي، ايه الذكاء ده، ايه ده، ده انتوا ناس يعني اميزنج، ذيس اميزنج، ده انتوا اذكياء قوي، ده انتوا يعني حاجه جامده قوي، حاجه فظيعه، ويقول لهم حاجات زي كده مثلا، ناس اغبياء فاكرين ان الكلام ده حقيقي، وفي ناس يقول لهم انا نفسي برضه اتعلم فرنساوي ولا نفسي برضه اتعلم ايطالياني، طب يمكن تديني فكره ازاي اتعلم ايطالياني ولا اتعلم الماني ولا الكلام دون، طب هم هيديكوا فكره ازاي، هم اصلا مش ولا تيم ولا بيتكلموا لغات ولا حاجه، يمكن يكون في بعضهم بيتكلموا لغتين ثلاثه بس عامل فيديو يقول لك انا بتكلم 20 لغه، ليهم بيتكلموا لغتين ثلاثه ولا كتير 4 لغات ولا 5 لغات مثلا، هتلاقي لغه واحده مثلا لغه الام، اللغه الام مثلا اللغه بتاعت بلده، ومثلا وانجليزي مثلا، ويمكن مثلا يعرف شويه مثلا ايطالي ولا شويه فرنساوي كده كام كلمه، وبعد كده باقي اللغات ما اعرفهمش اصلا، بعد كده بيجوا بقى يعملوا ايه بقى يعني بيعملوا ايه بس يعني يجيبوا حته ورقه مثلا، يجيب حتة ورقة وقلم ويكتب كده سطرين ثلاثة أو كام كلمة بالألماني مثلا، وبعد كده يدخل على النت مثلا على اليوتيوب ولا على الجوجل مثلا، يحاول يعرف الكلام ده الكلمة الكلام ده معناه إيه مثلا، يمكن يكتبه مثلا بالإنجليزي مثلا سطرين بالإنجليزي مثلا، يدخل على جوجل إزاي أترجمه مثلا للألماني، بعد ما ترجمه مثلا يقعد يحاول يحفظ بقى الكلام إزاي يقوله، وبعد كده يعمل فيديو مثلا يقول الكام كلمة الألماني دول، وبعد كده يطفي الفيديو كده ستوب كده قفل كده كده سجل الكلمتين الألماني، وبعد كده نفس الكلام في الفرنساوي مثلا يكتب لك جملتين فرنساوي، يكتب جملتين بالفرنساوي، وبعد كده يدخل يدور أو يكتب جملتين نفس الجملتين بالإنجليزي، يعني يدخل يدور على النت يعني ازاي أقولهم بالفرنساوي، وبعد كده يحاول يتعلم ازاي ينطقهم بالفرنساوي، وبعد كده ينطقهم في فيديو،
ونفس النظام الكوري والصيني والعربي واللغات دي كلها، يحط يعمل كل فيديو لوحده وبعد كده يحط فيديوهات كلهم مع بعض، مثلا نظام الايديتنج يعني يحطهم مع بعض وكده. وبعد كده يروح جاي حاطط فيديو يقول لك انا كده بكلم 10 لغات ولا 20 لغة، والناس اغبياء بقى يصدقوا يقول لا ده رهيب، لا ده فعلا فعلا بيتكلم اللغة. وبعد كده بيقعدوا ينزلوا فيديوهات يضحكوا على الناس يقول لك اصل انا رحت فرنسا قعدت كام شهر في فرنسا وتعلمت فرنساوي. هو يمكن يكون فعلا راحوا فرنسا مثلا وراحوا ايطاليا مثلا، يمكن راحوا فعلا دولتين ثلاثه مثلا، بس هو بقى يقول لك انا رحت 10 دول وتعلمت اللغات مثلا، ويقول لك كل دوله رحت مثلا، يعني يقول لك في الاول يمكن يضحكوا على الناس يعملوا كانهم راحوا بس شهرين ثلاثه، وبعد كده يقول لا ده انا كنت في سنه في فرنسا وسنه في ايطاليا وسنه مش عارف فين. بس هم بعد خلال سنه على القناه بتاعتهم وعلى قناه اليوتيوب بتلاقيهم في خلال سنة اتعلموا بتاع 10 لغات ولا 20 لغة. طب ازاي انت رحت، ازاي انت سافرت 10 دول ولا 20 دولة، كل دولة اتعلمت لمدة سنة اللغة بس في خلال، يعني لو هما فعلا سافروا 10 دول كل دولة سنة يبقى كده 10 سنين، 10 دول كل دولة سنة يبقى كده 10 سنين. يعني لو سافر سنة راح ألمانيا قعد في ألمانيا سنة يتعلم ألماني، وبعد كده راح البرازيل سنة يتعلم برتغالي، أو راح البرتغال نفسها مثلا، أو وبعد كده راح مثلا أمريكا سنة يتعلم إنجليزي مثلا، بس يمكن هو بيعرف إنجليزي مثلا، أو يمكن يكون مثلا راح يقول لك أنا رحت أبو ظبي ولا رحت مصر اتعلمت سنة، أو يقول لك أنا يتعلم عربي مثلا، وبعد كده يقول لك مثلا رحت السنة مثلا الصين اتعلم صيني، رحت السنة مش عارف يعني يقول لك رحت كل دولة يقول لك أنا رحت السنة أتعلم اللغة بتاعتهم. طب أنت لو رحت 10 دول كل دولة قعدت فيها سنة أتعلم يبقى كده 10 سنين. وبعد كده طب إزاي أنت في خلال سنة واحدة على القناة بتاعتك على اليوتيوب في خلال سنة كل أسبوعين ثلاثة تحط لغة جديدة اتعلمت لغة جديدة، يبقى وبعد كده في خلال سنة تلاقي بقى اتعلم 10 لغات أو 20 لغة. طب ازاي 10 لغات ولا 20 لغة في خلال سنة، وانت قلت انت سافرت كل دولة سنة واحدة يبقى كده 10 سنين ولا 20 سنة. هو بيقعد يضحك على الناس، يقعدوا يعملوا افلام كده على الناس، هم اصلا ولا بيعرفوا يتكلموا اللغات دي ولا حاجة. يمكن في ناس منهم بيتكلموا 4 لغات او 5 لغات بس، تلاقيهم مثلا لغة بيتكلموا شوية لغة تانية بيتكلموا بسيط كام كلمة كده، بس الناس نصابين كلهم عالم نصابين، وقعدوا يحكوا افلام وقصص كده على الصفحات بتاعتهم، يقول لك انا بقعد مع اصحابي من المغرب بيعلموني واتفرج على افلام العربيه، وبعد كده حد تاني يقول لك انا سافرت فرنسا وقعدت هناك علموني فرنساوي ورحت قعدت في مدرسه متعلم من الصبح لبالليل، وبعد كده واحد تاني يقول لك انا رحت، وبعد كده يقول لك رحت كوريا كمان وكنت بروح المدرسه واسبانيا ومش عارف ايه. وفي في منهم فعلا سافر دول من ديت، بس يمكن في واحده مثلا سافرت قعدت شويه في اسبانيا اتعلمت شويه اسباني مثلا، وسافرت شوية كوريا علمت شوية كوريا، وسافرت شوية فرنسا تعلمت شوية فرنساوي، كده الـ3 لغات دي، كده الـ3 لغات فرنسا وكوريا واسبانيا مثلا، كده الـ3 دول و3 لغات. وحتى اذا سافرت الدول ديت وقعدت كام شهر مش هتكلم زي حد يعني بيتعلم بقاله 10 سنين اللغة مثلا، ولا سنتين ثلاثة ولا كام سنة، يعني لو واحد قعد كام شهر بس ولا بتاع. وحتى لو نقول نفترض مثلا ان الشخص دون ولا الشخص الشخصيه دي اتعلمت 3 لغات دول، طيب ماشي دي كده 3 لغات، وهي مثلا لا كانت بتتكلم لغه واحده بس في الاول ولا لغتين، يبقى كده 4 لغات او 5 لغات. بس هو بيجي ينزلوا فيديو يقول لك انا بتكلم 10 لغات 20 لغه 30 لغه، بيضحكوا على الناس هم ليهم بيتكلموا لغه ولا 2 ولا 3 بكتير قوي 4 ولا 5 لغات، وبعد كده ينزلوا فيديوهات يقول لك بتكلم 10 لغات و20 لغه و30 لغه وبعض ينصبوا على الناس. هو ده البولي كلوت بتاعكم، ده البولي كلوت البولي كلوت البولي كلوت يضحكوا على الناس. هو في ناس فعلا بولي كلوت في الحقيقة، بس الناس اللي هم فعلا في البولي كلوت في الحقيقة اللي هم يعرفوا لغات كتيرة، يعني هتلاقي قليل منهم على اليوتيوب يعني، وحتى لو موجودين على اليوتيوب مش هينزلوا فيديو 10 دقايق يكلموا 10 لغات. يعني لو واحد فعلا بيعرف يتكلم اللغة هيعمل فيديو طويل زي ما انا بعمل دلوقتي، بعمل فيديو طويل اتكلم لغة في 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة أتكلم اللغة، مش هتكلم لغة أقول كلمتين أقول لك أنا كده بتكلم عربي. واحدة برضه بتقول لك بالعربي تقول لك أنا أهب عربية أنا أتكلم عربية نعم نعم، بس قلت بس كده يبقى كده بتكلم عربي.
قلت لك أنا أحب عربية، أنا أتكلم عربية، نعم، بس كم كلمة دي بعد كده تقول لك أنا بتكلم عربي، وكلهم كده النظام، بس شوية كلام هبل كده. في منهم تحس إن هم فعلا بيتكلموا اللغات عشان هم إيه، بيتعلموا كام جملة ويحاولوا فعلا إزاي ينطقوهم صح. ولما تسمعهم مثلا تقول أه ده فعلا ده بيتكلم اللغة، في ناس أغبياء يقول لك أه ده فعلا بيتكلم لغة، أه بيتكلم لغة يعني أي حد. ما أنا يمكن أنا برضه يمكن أنزل فيديو بقول لك انا بتكلم 20 لغه ولا 30 لغه ولا 50 لغه، بس كل لغه بس اكتب جملتين ثلاثه، اكتب جملتين ثلاثه بالالماني، جملتين ثلاثه بالايطالي، جملتين ثلاثه بالبرتغالي، جملتين ثلاثه بالصيني، جملتين ثلاثه بالياباني، وكده احاول ازاي انطق الكلام دون لغايه ما اعرف انطقه معقول شويه، وبعد كده اعمل فيديو ان انا كده بتكلم لغه عشان بقول جملتين ثلاثه ولا كام كلمه بكل لغه. الناس عالم نصابين، وناس بيصدقوهم، ناس داخلين يعني بالألوفات وبالملايين بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتهم. هتلاقي بفيديو أكتر من 1,000,000 واحد فيورز بيتفرج على الفيديو، ولا 20,000، 30,000، 50,000، 100,000 بيتفرجوا على الفيديو، فاكرين ده فعلا كلام حقيقي. أو يمكن مش كل، في طبعا ناس منهم مش مصدق، برضه مش بيصدقوا، بس في كتير بيصدقوا الكلام ده حقيقي. والعالم النصابين هو ده البوليكلوت بتاعكم، ده البوليكلوت، مش بس تعرفوا ايه البوليجلوت، تضحكوا على الناس يقول لك اصل انا بتعلم بسرعه وبعرف اتعلم 10 لغات في نفس الوقت، وقعدوا يضحكوا على الناس. ماشي لو كان واحد بس ولا اثنين ولا ثلاثه ولا كام واحد على اليوتيوب، مثلا واحد اثنين ثلاثه بكتير 10 ولا 20 واحد مثلا، واحد يمكن يقول اه دول فعلا عشان دول ناس اذكياء جدا، فيمكن هم فعلا بيعرفوا يتكلموا اللغه. بس لما يكون في 200 300 واحد 500 واحد، والوقت العدد عمال يزيد، كل شويه واحد جديد، كل شويه واحد جديد يفتح قناه يوتيوب، كل شوية واحد جديد ولا واحدة بنت جديدة كل شوية يفتح قناة يوتيوب ويعملوا نفس الفيلم الهندي ده بتاعهم ده، يعملوا نفس نظام شغل العالم النصابين دول. كل شوية حد جديد يفتح قناة يوتيوب دلوقتي يقوم يعمل الحركة ديت، كلهم ناس نصابين يضحكوا على الناس، بس يضحكوا على الناس يقول لك أنا بتكلم 20 لغة 30 لغة، وبتكلم 8 لغات 10 لغات 12 لغة 15 لغة، وبعد كده يعملوا نظام شغل النصب ويقول لك انا كده بتكلم لغات كتير. وبعد كده في ناس كنت بعمل تعليقات على الصفحات ديت، في ناس بقى يرد عليا يقول لي انت اصل انت غيران منهم، انت غيران منهم عشان هما بيتكلموا 20 لغه وانت بتتكلم بس 3 لغات ولا 4 لغات. غيران منهم ايه يا مجانين، غيران منهم انا هكون غيران منهم عشان يعني يعرفوا يكتبوا جملتين بالالماني وجملتين بالايطالي وجملتين بالفرنساوي، وبعد كده يعملوا فيديو، وبعد كده يعملوا ايديتنج ويمسحوا بعض الحاجات اللي لما يجي يعملوا غلطات، ويحطوا بس الحاجات الكويسه مع بعض كده، ويعملوا منظر كده ان هما كده بيتكلموا اللغات، كل لغه يتكلموا نص دقيقه، ولا في ساعات ليهم بيتكلموا بس 15 ثانيه ولا 16 ثانيه، وحتى الحاجات اللي بيقولوها ساعات بينطقوها غلط وبيقولوها غلط وبيقولوا حاجات هبل كده، ساعات بيقولوا حاجات تحس ان اه ده فعلا بيعرف يتكلم، بس فعلا بيعرف يتكلم. انا يمكن اقرا جملتين بالالماني وانا ما بتكلمش الماني، يمكن اكتب، يمكن اقرا جملتين بالالماني وانا ما بعرفش اتكلم الماني، مش معناه ان انا قريت ولا قلت جملتين بالالماني يبقى انا كده بتكلم اللغه الالمانيه كلها، ولا لو قلت جملتين بالايطالي يبقى انا كده بتكلم اللغه الايطاليه كلها. والعالم النصابين اللي هم البولي كولوت وعالم النصابين، والله عالم النصابين بيضحكوا على الناس عشان بس الناس يتفرجوا على الفيديوهات بتاعتهم ويعملوا اشتراك في القناة بتاعتهم. عالم النصابين كلهم، في كتير نصابين على اليوتيوب دول، عالم النصابين والله. مع السلامة يابا.